أنا أريد أن أضع أصبعي على 25 عماد، لا تذهب بي إلى 27. 27 عماد دون كاترون ما زال عندهم الوقت. إيه شوف أنا يا في غياب تواجد اسم المغرب في هذه القائمة ووجود الجزائر، كيف تريدني أن أقرأ هذا المعطى بهذه السذاجة؟ إما أن الكل يعلم بأن 25 فازت بها المغرب وهي تحصيل حاصل ونذهب الآن إلى 27، لكن أنا أقول لك لو فازت المغرب ب 25 يعني أنا متأكد بأنها كواليس، يعني مثل ما كان يقول أمين أنا ضد ما كان يقول أمين، أنا متأكد بأن المغرب سوف يفوز ب 25 بالكواليس وليس بغير ذلك. لأن يقول ما كاش كواليس في أفريقيا وغلط. لا خليني أقول لك حاجة، عندما قال أمين منذ قليل أن الأمور الكواليس موجودة في كل القارات، هل سمعت يا أمين بأن نهائي تشامبيونز ليج في أوروبا اليوم هو مقرر في بلد معين وفي مسبق. طيب هل عندما تتأهل الريال وتتأهل السيتي الى النهائي نغير ملعب احتضان النهائي الى ملعب السيتي او الريال؟ هذا لم يحدث الا في افريقيا في الطبعه الماضيه عندما غيروا الملعب بين الاهلي والوداد. نقول لك انا فريد، معناتها حبيت نقول لك باللي المغرب كذلك بلد عنده امكانيات باش ينظم كاس افريقيا. لا احد سوف ينفي هذا المنطق. وممكن تروح البنين والنيجيريا، ما تروحني الجزائر المغرب. كان طرحه فريد. لذلك انا لست ضد هذه الفكره. البلاد المتراكمه الترشيحة هي الجزائر والمغرب والبنين لا يهم من سوف يفوز وليفوز من يفوز، لكن أن نغير القوانين ونحول نهائيات كأس أمم إفريقيا 25 إلى يعني دورة تأهيلية للمونديال، هنا مربط الفرس. وإعطائها للمغرب هنا فيها هنا مربط الفرس. لا يجب أن نغير، لا يجب أن تسمح الجزائر ومن يدور في فلك الجزائر أن تغير هذه القوانين وفق هذا المنطق حتى لو فزنا نحن الجزائريين بهذه الدورة، خاصة لو تكون المنافسة مؤهلة إلى المونديال. نتحدث عن المونديال، لا يهمني من يفوز. ربما تكمن أهمية 2025 في هذا الطرح. لذلك حتى تلك الإشاعة التي سربت حول إمكانية انسحاب كوت ديفوار من 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 كان 23، حتى هذه لو يعني هي إشاعة، لكن لو تحققت هذه الإشاعة وصارت خبر يقين، أنا ضد أن تأخذ الجزائر هذه الدورة، يعني في حالة ما إذا كانت 25 مؤهلة للمونديال. أنا أتحدث بهذا المنطق. لذلك على الجزائر عليها وهي غائبة على المقرر وتتابع ما يجري داخل 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 قسم التدريس اللي هو المكتب التنفيذي للكاف وتأخذ الدروس خارج هذا الدرس، عليها أن تدخل أولا وتحضر هذه الدروس، عليها أولا أن تكون قريبة من 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 سلطة القرار اللي هي الكاف. يعني عندما نقتحم المكتب التنفيذي للكاف يا عماد، هذا لا يعني بأننا سوف نكون مؤثرين في القرارات، لكن على الأقل نكون على بينة ما الذي يطبخ داخل هذا المكتب. لذلك ما دمنا خارج هذا المكتب التنفيذي، يعني المنطق يعني المعقول يقول بأننا نتابع هذه المستجدات وهذه المتغيرات عن بعد، وهذا منطق غير سوي تماما. لذلك أنا يعني مع إبعاد يعني احتضان كان 25 لتأهيليات المونديال القادم، يجب أن نعمل على إبعاد هذا التغيير في هذه الصيغة.